وبحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أرض الوطن هذا اليوم قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد ترأسه وفد مملكة البحرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقد كان في استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى عودته إلى أرض الوطن عدد من كبار المسؤولين.